الاول فاش كطلع في الاول فاش كطلع ما كتحس بوالو، ولكن الدروج كيخلعوك واحد شويه حيت ديك الحديده كتبان لك بحال اخويا. صافي فاش كطلع كتجي كتلبس هذاك الماتيريال كطلع فوق هذيك شنو سميتو هذيك الهزره في الاول، كتشوف لتحت كتحس بالخلعه، ولكن فاش كتهبط كترتاح كتاخذ منك عاده بلا قياس، خصوصا بعض المرات فاش تكون شي مشكل مثلا هذوك الحرائق اللي كانوا في الصيف ديال طنجة ومكناس والعرايش، هذوك راه كاع ما كانوا كيباتوا بالناس كيخدموا بلا قياس، ما كاينش الناس. صباح لي صباح ليل. رسالة شكر للجميع، رسالة شكر للجميع موظف في الوقاية المدنية حيت كيديروا واحد المجهود كثير في سبيل الوطن وفي سبيل جميع المواطنين ديال الدولة. كانت زيارة الوقاية المدنية زوينة، وكنلعبو وكنشطو ومتشرفين لكل الوقاية المدنية، وحنا كنلعبو وكنشطو وكنديرو شحال حاجة، وخدمة ديالهم هما كيساعدو الناس وكيقدمو ليهم المساعدة وكيديرو شحال حاجة وكيديرو علاج وكيديرهم في الأمبيلانس وكيقدمو ليهم وكيديرهم المستشفى وكيعالجوهم وكيرجعو الحياة ديالهم. التجربة ديالنا هي كيشدو ليك باش مطيحش، وكيشدوك انت باش تهبط مزيان، وكيهبطوك. لا ما خايفاش، اول مره نجربها وزوينه صراحه، ولا متعه. كيبان لي المكان عالي، ولكن ملي كتمشي ملي كتهبط كيبان لك المكان زعما سهل، ولكن ملي كطلع كتقول ما بغيت، ولكن انا تشجعت ومشيت. جاتني سهلة، شفنا الاشعاعات، عاودوا لينا على الاشعاعات وقالوا لنا الفيروسات اللي كيعاونوا الناس على الفيروسات، وقالوا لنا على واحد اللباس كيعاونوا على الاشعاعات. كنت خايفة، لكن هبطت جاتني سهلة. كنت كنشوف في السماء اللي ما تشديش في واحد الخيط كاين قدامي، الا شديت فيه غادي نطيح. قال لي اي حاجة طرات ما تشديش فيه، ما شديتش. نقول لهم شكرا بزاف وسمحوا لينا الا شدبناكم، وهاد الاشغال صعيبة بزاف، المجهودات اللي كاينين اللي كديروا صعيبه بزاف. صح، الزياره اللي درت اليوم كانت زوينه بزاف، وعجبتني مزيان، وكانت مزيانه، وما كرهتش نعاودها ثاني، وفرحت بزاف تمتعت مزيان وما كرهتش نعاودها ثاني. المره الاولى فاش كانت فاش اول مره كان فيا الخوف، وما كنتش بغيت كنت نفكي وما كنتش بغيت نهبط، حتى قالوا لي نجربها، وملي جربتها عجبتني. الخدمة ديال الوقاية المدنية كاين اللي تيقادو البلانات ديال الكبار ديال الفيلات ديال شحال من حاجة، وكاين اللي تيطفيو العافية وتيصوفيو الأحياء ديال الناس، وكاين بزاف د الحاجات. مازال نقول لهم شكرا لكم. صافي نقول لهم شكرا لكم.